السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزت على ساحة الفكر الإسلامي في السنين الأخيرة قضية فهم الحديث النبوي والانحراف الحاصل في فهم كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ينبغي أن يفهم الحديث الشريف؟ وما قواعد فهم الحديث النبوي؟ ما أهمية فهم الحديث من منظور مقاصدي؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. في حلقة اليوم نبحث موضوع فهم الحديث النبوي في ضوء المقاصد الشرعية. للحديث في هذا الموضوع يسعدني الترحيب بالدكتور عبد الحميد العاني، مدرس الحديث في جامعة إسطنبول. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الحديث النبوي أثير الكثير من الجدل بشأنه في الآونة الأخيرة، ربما يكون جدلا مفتعلا وربما يكون جدلا فرضته التطورات الحياة والمفاهيم والنظريات. السؤال هو يعني ما الوجوه والقواعد التي ينبغي أن تراعى في فهم الحديث النبوي الشريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أحييك وجميع المشاهدين الكرام من خلال هذه الشاشة المباركة. موضوع الحديث النبوي الشريف والقواعد في فهمه لا بد أن تسبقه قاعدة مهمة، وهي أول قاعدة في قواعد الفهم، هو كيف يثبت الحديث النبوي الشريف. لأنه ليس كل شيء، كل كلام يقال لنا فيه أنه حديث أو يوصف أنه حديث نحن مطالب من عندنا أنه نفسره أو نأخذ منه الحكم والعبار ومطالبون بتفسيره وتأويله. فأول قاعدة من قواعد فهم الحديث يجب ثبوت هذا الحديث، وثبوت الحديث هذا باب كبير جدا وله علوم واسعة في علوم الحديث التي ضمن علماء الحديث وفق تلك القوانين والقواعد والضوابط كيف نستطيع أن نميز بين هذا الحديث وبين ما هو ليس بحديث أصلا. وعلماء الحديث قسموا في تلك القواعد والأصول الأحاديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف وإلى موضوع الذي لم يثبت أو ثبت على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يثبت عندنا أن هذا الحديث قد قاله صلى الله تعالى عليه وسلم فثبت لنا أنه حديث، حينئذ ننتقل إلى الشق الثاني وهو سؤالك، وهو كيف أو الضوابط والقواعد في فهم هذا الحديث. لكن نقطة مهمة قبل أن ننتقل إلى سؤالي دكتور، نقطة مهمة أثرتها، متى يكون الحديث حجة؟ هل هو الحديث الصحيح أم الحديث الحسن أم ثمة تصنيفات تدخل في نطاق حجية الحديث؟ طبعا التقسيمات العلماء للحديث بعدة اعتبارات، لكن سؤالك الآن هنا عن الصحيح والحسن والضعيف باعتبار قوته وثبوته، لأن هناك تقسيمات أخرى ليس هذا مكان التحدث فيه، وهو قضية المتواتر والآحاد. فإذا ثبت الحديث بقواعد أنه حديث موثوق عندنا أنه قد قاله صلى الله تعالى عليه وسلم بدرجة كبيرة من الظن، حينئذ يقول العلماء عنه أنه صحيح وحسن. الصحيح والحسن كلاهما مقبولان ويحتج بهما ويؤخذ بهما، والضعيف طبعا لا يؤخذ به إلا وفق حدود ضيقة وقواعد وشروط مشددة. هنالك الصحيح والحسن يختلفان من حيث القوة، فالصحيح أقوى من الحسن لكن كلاهما يحتج به. إذا لماذا هذا التفريق؟ التفريق هذا بينهما عند التعارض. فإذا وجد حديثان يستنبط منهما حكمان ربما يظن أنهما متعارضان، حينئذ نذهب إلى أنه ترجيح الصحيح على الحديث الحسن. لذلك إذن الصحيح والحسن من حيث الجملة كلاهما حجة تؤخذ به ويعتمد في مجال الفقه والأعمال وما يجب على المسلم به. بعد أن ثبت هذا الحديث صحة وحسنا أصبح يسمى مقبولا، لذلك علماء الحديث يقولون الحديث مقبول ومردود، المقبول الصحيح والحسن. فإذا ثبت الحديث يعني مقبول صحيح وحسن، حينئذ نأتي إلى القواعد التي يجب أن نتبعها في فهم هذا الحديث. وقد ذكر العلماء قواعد كثيرة وعديدة جدا، ربما لا يتاح لنا الوقت للحديث عنها جميعا، لكن نذكر من أهمها وربما أبرز هذه القواعد أو الضوابط، هو أنه يجب أن لا يفهم الحديث أو الحكم
من حديث بمعزل عن بقية النصوص الإسلامية الأخرى قرآنا وسنة. هذا ربما معذرة يعني سنبحثه في وقت متقدم من ذلك ويدخل في صلب الموضوع بالنظر إلى القاعدة المقاصدية في فهم الحديث. هنا ربما يكون مناسبا الدخول إلى صلب السؤال الذي سألتك إياه قبل قليل دكتور، يعني ما هي القواعد والأوجه التي تراعى في فهم الحديث، وهل هذه القواعد هي يعني على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب؟ لا، هي على سبيل الوجوب، لأنه فهم النص هنا يجب أنه يفهم فهما صحيحا. إذا لم يؤخذ بهذه القواعد فإذا لن يكون هنالك الفهم صحيح، سيكون هنالك فهما منحرفا وبخلاف ما أراده صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن أهم هذه القواعد كما قلت هو أنه يفهم هذا الحديث بجمع بقية الأحاديث الأخرى وبالنصوص الأخرى ومنها القرآن الكريم. فلذلك وهنالك هذه ليس فقط في قضية الفهم وإلا حتى في قضية ثبوت الحديث. وقد قال علماء الحديث الباب يعني الموضوع العنوان، إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه أو لم تعرف علله. فهنا إذن يجب أنه تجمع الأحاديث الجميع المتعلقة بهذا الموضوع الواحد. ثانيا، هنالك قواعد التي هي القواعد اللغوية، يجب أنه لا نفهم ونفسر الحديث بهوانا أو بمفهومنا اليوم يعني لغة اليوم المعاصرة. يعني على سبيل الطرفة مثلا، أحدهم يفسر عندنا نحن في العراق لفظة الماعون نطلقها على الطبق، فيأتي أحدهم ويفسر قول الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون، يظن أنه يمنعون الطبق يعني الأطباق بين الجيران. إذن يجب أنه لا نفسر أو نقرأ النصوص النبوية والآيات القرآنية بلغتنا العامية اليوم، إنما باللغة العربية الفصحى وبما أراده أو التي ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أساليب اللغة العربية ليس فقط المفردات اللغة، وإنما أساليب اللغة العربية يجب أن تراعى. لدينا في اللغة العربية قواعد لغوية لا يمكن أنه تهمل. على سبيل المثال نذكر جزئية واحدة منها، كلمة الأمر، فعل الأمر، فعل الأمر هنا الذي هو أكتب، افعل، أقتل، اشرب إلى آخره، هذا له دلالات في اللغة العربية كثيرة، ليس دائما تدل على وجوب الفعل، وإنما قد تدل على النصح والإرشاد والإباحة وإلى غير ذلك. إذن هذه الأساليب، هذا ما يتعلق بجزئية من جزئيات اللغة العربية. أذن هنا في فهم النصوص يجب أنه لا نهمل ما ذكره علماؤنا السابقون السلف الصالح من علماء الأمة من زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الصحابة والتابعون ومن جاء من بعدهم كان لهم فهم لهذه النصوص، فحينئذ يجب أن ننتبه إلى هذا الفهم وإلى أقوالهم. وعندنا في علم الحديث ما يسمى بشروح الحديث، في شرح الحديث هنا يجب أنه نأخذ ونلتفت إلى أقوال هؤلاء العلماء. هنالك أيضا بعض القضايا، وهو أنه يجب أن نميز في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين موضعين، بين هنالك خطاب يتكلم عن عالم المشاهدة وخطاب عن عالم الغيب، فيجب أن له لا نخلط بين الخطابين. على سبيل المثال، وهذا ربما أحد الإشكالات التي وقعت أو حدثت عند بعض الناس اليوم، يأتي إلى حديث يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الآخرة، فيأتي هذا الإنسان اليوم ويقول هذا غير معقول، لأنه في عالمنا اليوم الذي نراه في الدنيا هذا غير موجود. لماذا هذا الإشكالية حدث عنده؟ نتيجة الخلط بين عالمي الدنيا والآخرة. من القواعد المهمة التي ذكرها العلماء ما يسمى عندنا في علم الحديث أسباب ورود الحديث. فإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا ما، فيجب أن ننتبه ونفهم لماذا، ما هو السياق الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك قاعدة في أصول الفقه يتسمى هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب دال ومعين على فهم المعنى الذي أراده صلى الله تعالى عليه وسلم. وهنالك قواعد أخرى على رأسها ما ذكره العلماء، وهي قواعد أصول الفقه. فقواعد أصول الفقه ضوابط مهمة تضبط عملية الاستنباط من هذه النصوص النبوية. إذن لا يمكن لأي كان غير متسلح بهذه الأسلحة
أصول الحديث، أصول الفقه، أصول اللغة على سبيل المثال هذه الرئيسية، فيأتي إنسان يقرأ حديثا فيستنبط منه على هواه ويطبقه كما يريد. هذه هنا ستحدث مصيبة وستحدث كارثة كبرى. لكن ثمة من يتحدث عن قاعدتين عامتين في تفسير وفهم الحديث النبوي، وهما قاعدة الظاهرية أو الوقوف على ظاهر النص والقاعدة المقاصدية. يعني ماذا نعني بهذين المصطلحين أو هاتين القاعدتين؟ طبعا هذه الإشكالية أيضا تقع من كلا الطرفين. يعني عندنا نحن هنا يجب أنه لا نأخذ بهذا بإفراط ولا بتفريط. بمعنى قبل ذلك يعني لو توضح لنا ماذا يعني النظر أو تفسير الحديث النبوي الشريف تفسيرا مقاصديا. هذا هو الذي أريده. أنه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال، أي إنسان طبعا، لكنه نتحدث الآن في سياق أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حينما يقول حديثا وحكما ما فإنه يريد بهذا الحديث معنى ما. هذا المعنى الذي يريده الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم الغاية منه، هذه هي معناها المقاصد. الوقوف على ألفاظ هذا الحديث بغض النظر عن هذه المقاصد ليست دائما، أحيانا توقع في إشكالية. حتى تتضح الصورة سنذكر مثال من زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكلا المدرستين، مدرسة الوقوف على الظاهر ومدرسة الأخذ بالمقصد. في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول خرج من المدينة إلى بني قريظة فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فتحرك الجيش وتأخر بعض المسلمين لأعمال ما، ثم التحق به هؤلاء، أدركتهم صلاة العصر في الطريق. فهنا طرفان، فريقان من المسلمين من الصحابة، فريق قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلين، إذن هنا نص يمنعنا من الصلاة إلا في هذا المكان، فلم يصلي العصر إلى أن وصل إلى بني قريظة وصلها متأخرا، فاتته. فريق آخر قال كانت غاية الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا الفهم المقاصدي، كانت غاية الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر هو أو من هذا النهي أنه الاستعجال والإسراع في الأمر، فإذا نحن الآن نصليها ولا تعارض. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان موقفه من الطرفين؟ أيد كلا الطرفين وقال هذا صحيح وهذا صحيح، أقر المدرستين في هذا الأمر. لكن هنا لأنه في هذا الأمر لأنه النص يحتمل كلا الأمرين، لكن إذا كان هنالك نص أو فهم ظاهري يتعارض تعارضا مع هذا المقصد ومع النصوص والأصول الأخرى، هنا تحدث مصيبة. وربما سنستعرض بعض الأمثلة من فقهنا ومن واقع بعض ما استنبطه الفقهاء من أحاديث نبوية ظاهريا، استنبطوا في الظاهر وأهملوا المقاصد فوقعوا في هذا المطب. إذن هنا عودة على سؤالك، يجب أن يكون هنالك موازاة، لا إفراط ولا تفريط، يجب أنه ننظر إلى المقصد، الغاية، ماذا يريد. وهذه الغايات وهذه المقاصد قد استنبطها العلماء في قواعد كلية، فالقواعد الكلية أيضا يجب أن تراعى ولا تتصادم هذا الاستنباط من هذا الحديث مع هذه القواعد الكلية التي استنبطها هؤلاء العلماء. كيف كانت سيرة السلف، ليس فقط الصحابة والتابعين وإنما القرون التي خلت من المسلمين حينما كان هناك دولة إسلامية ومرجعية إسلامية، كيف كانت سيرتهم في التعامل مع الحديث النبوي فهما وتطبيقا؟ هل كان يغلب عليهم التفسير النصي الظاهري أم التفسير المقاصدي؟ لا، كان هنالك توازن، وإن كان ظهرت عندنا مدرسة تسمى المدرسة أو المذهب الظاهري، هذا أخذ بظاهر الحديث، لكن الفقه أو المذاهب الرئيسية الأربعة وحتى المدارس أو ما يسمى عندنا بالمذاهب المندرسة التي أيضا تسير على وفق منهج هؤلاء المذاهب الأربعة، نرى أن هنالك توازنا في الأخذ بالأمرين، لكن يغلب أو يزداد عند هذه المدرسة الأخذ بالظواهر وتلك الأخرى يغلب عليها الأخذ بالتأويل. لذلك ظهر عندنا في الفقه الإسلامي ما يسمى بمدرستين، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. ليس معنى ذلك أن مدرسة أهل الحديث لا تعتمد على الرأي ولا تعمل بالعقل، وليس معنى مدرسة أهل الرأي أنها تهمل الحديث، وإنما هي تسميات بمعنى.
أن مدرسة الحديث هي كانت يغلب عليها الأخذ بظواهر الأحاديث ولا تلجأ إلى القياس ولا النص إلا في حدود ضيقة عندما يغيب النصوص. أما مدرسة الرأي فكانت تتوسع في موضوع القياس والأخذ بالرأي حتى مع وجود بعض أو حتى في غياب بعض الأحاديث، فلا يعني تكلف أنفسها في مسألة الوقوف على الأحاديث. فإذا ثبت عندها أو إذا ورد عندها حديث فيه أدنى شك من القبول كانت لا تتوقف، وإنما تذهب إلى قضية التوسع في الرأي. ولذلك هذه هاتين المدرستين نستطيع أن نقول كلاهما كان يأخذ بكلا الأمرين، ظواهر الأحاديث والرأي، لكن بعملية موازنة، لا يكون هنالك إفراط ولا تفريط، لا يكون هنالك تعطيل للعقل جملة وتفصيلا، ولا يكون هنالك تعطيل لظواهر النصوص. وربما هذه الموازنة تحتاج إلى إحاطة كبيرة بالعلوم الشرعية. هنا أريد أن أسألك دكتور، يعني إعمال المقاصد في تفسير الحديث النبوي هل هو أمر مطلق أم مقيد بقيود محددة ومعينة؟ لا شك كل علم من العلوم له ضوابط، ومنها قضية المقاصد. هنا لا يمكن أنه نعمل بمفهوم المقاصد سواء في الحديث أو في بقية العلوم الأخرى، لا يمكن أن يكون على إطلاقه، لأن حينئذ سيكون عندنا فهما هوائيا، سيكون هنا الهواء، الهوى، النفس، سيكون هنا العقل الفردي هو الذي سيتحكم بقضية فهم والاستنباط. هنا قضية يجب أن نقف عندها وهي قضية العقل، لأن للأسف كثير من الناس يخلطون في قضية موضوع العقل. المقصود بالعقل الذي قرره وأقره علماؤنا السابقون هو ليس عقل الفرد، وإنما هو العقل الإنساني. أما الفرد بنفسه فهذا يسمى الفهم. إذا أطلقنا موضوع العقل هنا بهذا التشويش وبهذا الفهم الخاطئ، سيكون هنالك عندنا فوضى في فهم النصوص، وظهر عندنا في أزمنة سابقة ما يسمى بالتفسير الباطني حتى للقرآن الكريم. لماذا؟ لأنه لم يعتمد على الضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هي ذات الضوابط التي ذكرتها قبل قليل. يجب أن يكون هذا الفهم هو فهما منضبطا باللغة العربية وبالأصول التي ذكرها وأقرها علماؤنا السابقون. إذا كان هنالك فهما خارج هذه الأطر، خارج اللغة وخارج الأصول والقواعد، سيكون هنالك هوى. ولذا رأينا بعض من يحاول أو يدعي المقاصد أو يدعي التفسير العقلي، نجده أنه يفسر النصوص تفسيرا على هواه وتفسيرا باطنيا يتعارض مع أصول وثوابت الإسلام. لكن يحصل يعني وحصل هذا في التاريخ دكتور، أن المقاصد رؤية الإمام للمقاصد وللمصلحة الشرعية قد تتعارض ظاهرا مع الأصول مع النصوص. كيف يمكن التوفيق مع النصوص وليس مع الأصول؟ مع النصوص معذرة، مع ظاهر النصوص. وهنا هنا كما جئنا ذكرنا قبل قليل، هنا تغليب المصلحة أو تغليب المقاصد لأنها تعارضت مع الظاهر وليس مع حقيقة النص. هنا يأتي دور الإمام. الإمام معناها ليس فقط السياسي وإنما الفقيه. هنا الإمام، وكان سابقا السياسي هو الفقيه والفقيه هو السياسي، هنا حينما يرى مصلحة الأمة تسير أو توجب عليه العمل بهذا الأمر بالمقاصد، هنا لا نجد أن هنالك تعارض. ويضرب على هذا أمثلة كثيرة من الصدر الأول في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما لم يعمل بحد السرقة مثلا. لماذا؟ هل هو عطل كما يقال ويذكر بعض تعطيل حد السرقة؟ لا، وإنما رأى أن الظرف لا يتناسب مع المقصد الذي فرضت فيه حد السرقة، عقوبة السرقة، لأنه كانت عام المجاعة، فكان عام المجاعة ظرفا استثنائيا جعل الإمام يفهم أنه لن يكون هنالك فائدة من تطبيق العقوبة التي هي الردع. مثلها أيضا في زمن عمر بن الخطاب الذي هي أرض الخراج، أرض الفتح
في العراق أرض السواد. أرض السواد حينما حتى اختلف هذا حدث اختلاف بينه وبين حتى الصحابة رضوان الله عليهم الذين أرادوا أن توزع أرض العراق باعتبارها أرض فتح، وبعد مدة توصل إلى الحكم واستند إلى الآية القرآنية والذين جاءوا من بعدهم. فبعد نقاش بينه وبين الصحابة اهتدى الجميع واتفقوا على رأيه بأنه أرض العراق وتبين صواب رأيه لاحقا وتبين لاحقا في على هذا الأمر. وسبحان الله، يعني هذه الأمور حينما تدار وتطرح في إطار تشاوري بين علماء الأمة حتى وإن اختلف أحيانا بعض، لكنه الغالب تكون في الأخير للجماعة، فحينئذ نرى آثار هذه الأحكام في المستقبل. والأمثلة كثيرة من هذا الباب التي تدلل على أن العلماء لم يهملوا، لم يفرطوا بالنصوص، وإنما فهموا أنه المصلحة اليوم حالة استثنائية، ربما نذهب ونترك هذا الظاهر لأنه لا يتعارض مع الفحوى أو الغاية من هذا الحديث. الحقيقة نريد أن نستكمل الحديث، وخاصة فيما يتعلق بالإشكالات التي طرأت مؤخرا على فهم الحديث النبوي وظهور بعض الأفراد الذين يدعون إلى نبذ السنة وتركها، لكن لو سمحت لي بعد الفاصل نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. أسعدكم الله مشاهدينا الكرام، وحديثنا المتواصل عن فهم الحديث النبوي في ضوء المقاصد الشرعية، والحديث دائما مع الدكتور عبد الحميد العاني مدرس الحديث في جامعة إسطنبول. أجدد الترحيب بكم دكتور. في الوقت الراهن هناك إشكالات حقيقية في فهم الحديث النبوي، ويواجه بعض الناس إشكاليات في إنزالها على الواقع. لو حدثتنا من أين جاءت هذه الإشكاليات وما مظاهر هذه الإشكالات في فهم الحديث؟ ربما تمهيدا لهذا او الجواب على هذا السؤال، اسمح لي استدرك على ما ذكرته قبل قليل بقضيه سوء الفهم والتعارض بين النص والمقصد. هنالك نص او حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يبولن احدكم في الماء الراكد او الدائم، عفوا، حديث في البخاري ومسلم. النهي عن هذا الحديث او الفهم المقصود من هذا أنه حتى لا يتنجس الماء طبعا وتكملة الحديث ويغتسل منه. فواضح وظاهر من هذا الحديث الغاية منه أنه النظافة وعدم تنجيس هذه المياه الراكدة وليست الجارية. لذلك نرى أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استنبطوا من هذا الحديث، من هذا النص، أنه لا يجوز التبول، وفضلا عنه لا يجوز الأكبر منه وهو النجاسات الأخرى كالتغوط. لكن رأينا بعض الفقهاء الذين وقفوا هنا على الظاهر وتركوا النص، تركوا عفوا المقصد والغاية، هنا رأيناهم يفتون بهذا الحديث، يستنبطون منه أن يقولون أنه يجوز التغوط في هذا الماء، مع علمي أن هذا يتصادم مع ظاهر هذا الحديث، وليس فقط الوقوف على ألفاظه ونصه. من هنا إذن نستطيع أن نقول أن الإشكالات المعاصرة اليوم هي ليست جديدة، وإنما هي ربما لها جذور سابقة، فكان عندنا في
الزمان الأول في القرن الأول، نهاية القرن الأول والقرن الثاني، ظهرت بعض الفرق الإسلامية التي بدأت تقف أو يظهر عندها مثل هذه الإشكاليات، وتحديدا الخوارج والمعتزلة، الذين أهملوا كثيرا من النصوص، والمعتزلة الذين أيضا ذهبوا إلى التأويل ففرطوا في الكثير من الأحاديث وظواهرها وحتى في القرآن الكريم. في العصر الحاضر أيضا ظهرت هذه المدرسة أو تأثرا بهاتين المدرستين، ولا سيما الذين تأثروا بالمستشرقين في عندما أصبح في العصور المتأخرة، هنا دخل المستشرقون نتيجة التقارب بين الغرب وبين الشرق الأوسط ما يسمى، ظهرت انتقلت عند كثير من الناس تأثر بهذه الأفكار، ورأينا أن هؤلاء يكررون ذات الإشكالات التي ذكرت قديما ويرددونها بين الفينة والأخرى. يعني مظاهر هذه الإشكالات، يعني كيف تولدت هذه الإشكالات عند بعض هؤلاء الأفراد دكتور؟ اليوم في هذا العصر في زمن المتأخر. طبعا نحن نستطيع أنه نميز ونقسم هذه الإشكالات أو أصحاب هذه الإشكالات من حيث الجملة إلى ثلاثة فرق. فرقة هي قاصدة التشويش الإساءة إلى الدين الإسلامي قاصدة، وفئة أخرى لا، وإنما حدثت عنده الإشكالات بسبب هذه الأفكار وقراءتها لهذه، أصبحت مشوشة هي، ولذلك تطرحها. وفئة ثالثة أخرى هي جاهلة لا تعرف، وإنما فقط تقلد الآخرين. المشكلة عند هؤلاء أنه يقرأ الإشكال ويتأثر به ولا يقرأ الردود. كل الإشكاليات التي يراها اليوم وتتكرر قد ذكرت منذ سنوات طويلة، وقد ألف في الرد عليها كتب كثيرة، ويأتي اليوم نجد من يكرر الإشكال ويسأله مرة أخرى. ونحن نتعرض يعني في مجال الحديث النبوي الآن، عندنا كثير من أحيانا من الطلاب يأتي ويسأل هذا السؤال مثل هذه الإشكالات، يطرحه علينا، فلما نسأله من أين هذه الإشكالية، هل أنت استنبطتها؟ يقول أنا قرأتها. طيب هل قرأت الكتاب الفلاني؟ لا. هل قرأت الكتاب الفلاني؟ فهو للأسف هنا إشكالية، التأثر بهذه الإشكاليات من غير النظر إلى الردود وإلى الأجوبة عليها. نعم، يعني هناك ظهرت فئة اسمها القرآنيون، ونادوا بنبذ الحديث والاعتماد فقط على القرآن. يعني هؤلاء طرحوا نظريات علمية على أن كثيرا من الأحاديث لا تناسب الواقع ولا تناسب هذا الزمان. يعني ما حجية هذا الرأي من المنظور الشرعي المقاصدي دكتور؟ هذه إشكالية أيضا ليست جديدة، وإنما ظهرت منذ بداية عصر الإسلام، بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ورد عنه حديث يرد على هؤلاء، ولا يقول لا يلفين أحدكم متكون على أريكته ويقول ما كان في القرآن إتون به إلى آخر الحديث. وقد رد على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من السلف الصالح، وغير رد على هؤلاء، قالوا عنهم كيف أو هل سجدون في القرآن الكريم تفاصيل الصلاة، كيف نصلي ومتى نصلي وما هي الواجبات والسنن والهيئات في الصلاة فضلا عن بقية الأمور. ما ذكر في القرآن الكريم كثير من الأمور الأحكام المجملة التي تحتاج إلى تفصيل، وهذا التفصيل جاء في الأحاديث النبوية، والقرآن الكريم ذاته هو يرد على هؤلاء حينما يقول بوجوب اتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبين ما أنزل. طبعا هم يفسرون، وهنا نأتي إلى إشكالية ذكرتها قبل قليل، يفسرون التبيين هنا بما هم يعتقدونه ويريدونه هم فقط، فيقولون التبيين هو تبيين لفظي، فالرسول صلى الله عليه وسلم مكلف أنه يقول القرآن، يقرأ القرآن بشكل واضح، بينما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وفسره الصحابة ومن جاء من بعده أن التبيين هو الشرح والإيضاح والبيان، والبيان هو معناه بيان إيضاح تفصيل ما أشكل فهمه في القرآن الكريم أو من مجمل في القرآن الكريم أو من معاني تحتاج إلى إيضاح. فإذا السنة النبوية هي مبينة وموضحة لما جاء في القرآن الكريم، أما هؤلاء فالرد عليهم أيضا اليوم بهذه الردود التي ذكرناها، وأيضا يرد عليهم على أنه
بهذا الحكم، إذا أخذنا بهذا الأمر معناها سنعطل الإسلام وسنعطل الكثير من الأحكام. لكنهم القرآنيون والداعون لنبذ السنة يبنون موقفهم من نبذ السنة وتركها على أن حقيقة يقولون صحيح أن السنة النبوية هي مفسرة القرآن الكريم، ولكنها مفسرة بحسب فهم أولئك الجيل، ذلك الجيل وليس هذا الجيل، وبالتالي ينبغي أن يتبلور فهم جديد للقرآن الكريم بعيدا عن السنة التي راعت الزمان في ذاك الزمان. لا هذا خلط منهم طبعا، وتشويه وتشويش في ذات الوقت، وفهم الزمان والمكان هو علماء الإسلام لم يهملوه، ولكنه أيضا لا يكون النصوص القرآنية والنبوية هي ليست جامدة فقط لذلك الزمان والمكان. ولذا هنا حينما نأتي إلى المقاصد وإلى فهم هذه الأحاديث سيزال كثير من هذه الإشكالات التي يثيرونها. لو جينا إلى حقيقة هذه الإشكالات التي يروجها هؤلاء فإننا نراها بعيدة عن العقل وعن المنطق الذي يدعون أنهم يتحاكمون إليه، لأنه الكثير من الأحاديث النبوية التي ذكرت في ذلك الزمان هي صالحة لكل زمان ومكان، إذا أخذنا بالفحوى وبالغاية منها وتركنا هذه الألفاظ. على سبيل المثال في قضية مثلا الاستنجاء، ذكر عندنا في ذلك الوقت الاستنجاء بالحجارة، لكنه ما الغاية من هذا الحديث؟ هو التطهر، الطهارة. إذا لا نقول أنه نهمل الحديث كله، وإنما نأخذ بفحوى الحديث، مع أنه أيضا في هذا ليس معناها أنه نهمل الألفاظ أيضا ونتركها، لأنه قد يلجأ أو يحتاج الإنسان إلى هذه الحادثة أو هذه الألفاظ في مكان أو في زمان معين. هنا السؤال، إلى أي مدى يمكن أن يسهم التفسير المقاصدي لمتون الحديث النبوي في معالجة هذه الإشكالات الحادثة أو المعاصرة في فهم الأحاديث النبوية؟ كثيرة هذه تستطيع أنه ترد على مثل هذه الشبه، لكن يجب أن تكون منضبطة كما ذكرت في سياق هذه الحلقة. الفهم المقاصدي المنضبط وليس المفرط، لأنه أحيانا يكون هنالك فهما مفرطا يضيع الأصول ويضيع الألفاظ. فإذا كان هنالك فهما، وهذا حصل عندنا وحصل عند علماء المسلمين منذ زمن طويل جدا، ولا سيما في السنوات أو القرن الأخير حينما بدأت نهضة جديدة اليوم، وخاصة في المغرب العربي هنالك اهتمام كبير في علم المقاصد، فرأينا الكثير من العلماء يهتمون بهذا الجانب، فجاء فهمهم وجاءت استنباطهم في هذا فيها رد واضح وقوي على مثل هذه الشبهات التي يثيرها مثل هؤلاء الناس. ربما يسأل مشاهد يعني هنا، كيف يمكن ضبط النظر المقاصدي لمتون الأحاديث النبوية من حيث لا نقع في لا تفريط ولا إفراط؟ نعم. كيف يكون ذلك دكتور؟ يعني طبعا المشاهد هنا خصوصا في ظل عدم وجود مرجعية محددة للمسلمين، هي علم المقاصد بالمناسبة كما قلت اليوم يعني بدأ في هذه السنوات الأخيرة بدأ شيئا ينمو شيئا فشيئا ولم يكتمل إلى الآن، لم ينضج بشكل كامل إلى هذه اللحظة. لكن ليس معنى ذلك أنه علم جديد ولد من فراغ، وإنما هو امتداد لما ذكره علماؤنا السابقون. لذلك الآن المواطن، أي إنسان بسيط أو حتى الإنسان المثقف الذي ليس له علم متخصص في هذا الجانب، ننصحه على أنه أولا لا يلتفت إلى مثل هذه الشبهات بقدر التفاته وانتباهه إلى ما قاله العلماء السابقون. هنا يجب أن يكون لدينا حصانة ذاتية عند الناس من هذه الشبهات. ثانيا ننظر إلى ما قاله العلماء الآخرون، هنالك الآن مؤلفات كبيرة وكثيرة جدا ترد على مثل هذه الشبهات وتبين الغاية من هذه الأحاديث. حتى الشروح القديمة يعني لا يستطيع الإنسان الآن، أنا حقيقة نرى بعض الشباب ربما المتحمس أحيانا يأتي إلى الأحاديث بمعزل عن كل ما قاله العلماء ويحاول هو أن يستنبط، هذا خطأ كبير جدا، لأنه لا بد من الانتباه والنظر إلى ما قاله أسلافنا علماؤنا السابقون. هنالك علم من ضمن علماء علوم الحديث وهو شرح الحديث، فماذا قال شراح الحديث في النظر إلى هذه الأحاديث وماذا استنبطوا منها، ما هي لغتها وما هي أصول المستنبطة من هذه الأحاديث، حينئذ يكون عندنا حصانة
وفهما صحيحا لهذه الأحاديث النبوية. نعم، قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور، قبل أن أذهب إلى الفاصل أو ربما أنا أجدني مضطرا ربما أستكمل بعدك معك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل أخير ونعود لاستئناف الحوار مع ضيفنا. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حديثنا في حلقة اليوم مع الدكتور عبد الحميد العاني بشأن فهم الحديث النبوي في ضوء مقاصد الشريعة. أجدد الترحيب بكم دكتور. استكمالا للفقرة الأخيرة من قبل أن نذهب إلى الفاصل، يعني الفهم المقاصدي للحديث هو من غايته الرد على بعض المطالبين بنبذ السنة بسبب تطورات المفاهيم والنظريات والواقع إلى آخره، لكن بعض المقاصدين وقع في المطب من حيث أراد أن يصلح، يعني أفسد بين قوسين طبعا من حيث أراد أن يصلح. منهم من قال مثلا بإسقاط حد الردة من منظور مقاصدي مراعاة لمفاهيم الحياة الحديثة. كيف يمكن تفسير هذا الكلام، وبالتالي ما النتائج التي يمكن أن تترتب على استمرار هذه الإشكالات من جانب آخر في فهم الحديث النبوي؟ هذا ما قلنا، أنه يجب أن يكون هنالك موازنة ولا إفراط ولا تفريط. فالنظر المقاصدي بمعزل عن الأصول والألفاظ واللغة التي ذكرت، فعن ذلك سيكون هنا لدينا تضييع لهذه السنة والأحاديث النبوية التي ذكرت في هذا الإطار. هنا مثلا ذكرت بعض الإشكاليات، حقيقة لو نجينا إليها لرأيناها هي لا تصطدم مع الواقع أو الحضارة كما يقال والمدنية ولا حتى العقل، وإنما على فهم بعض هؤلاء الناس. ومنها إشكالية حد الردة التي يظن البعض، وحتى بعض الحدود الأخرى بالمناسبة، يعني بعضهم يعترض على مثل هذه النصوص بحجة أنها لا تتوافق مع مقتضيات العصر اليوم المدنية وحقوق الإنسان ما تسمى وغير ذلك. فقالوا أن هذا اليوم هذه القضية يجب أنه نتركها أو نهملها، وفي هذا لم يستندوا في هذه القضية إلى نص شرعي ثابت، وإنما قد حاربوا في هذه الجزئية تحديدا، حاربوا الأصول وضيعوا أصلا من أصول الإسلام. منها مثلا على سبيل المثال قضية ليس فقط حد الردة، وإنما حتى قضية الرجم، رجم الزاني والزانية. ربما يستند البعض إلى أنه الأحاديث فيها مختلفة، لا بأس أنه يكون هنالك الاختلاف في إطار النصوص والضوابط، لكنه أن يأتي الفقيه أو من يستنبط فيلغي هذه النصوص جملة وتفصيلا بدعوى أنها تخالف الواقع اليوم، ففي هذا تعطيل للنصوص، لأنه ذات المنهج هذا ينطبق على نصوص حتى ثابتة في القرآن الكريم. على سبيل المثال حد السرقة ثابت في القرآن الكريم بأنه قطع اليد. فربما أيضا يأتينا إنسان اليوم ويقول أنه هذه الطريقة، طريقة القطع التي فرضت وذكرت في القرآن الكريم، لا تتناسب مع اللغة مع العصر، فإذا يجب أن نعطلها. تعطيل الأصول هذه يوقع الإنسان في مطب عظيم، لأنه سيفتح علينا بابا واسعا بلا ضوابط. نعم، لكن من يريد أن يعطل حد السرقة كما ذكر الدكتور، قد يقول لك قائل أنه لا يستطيع أن يعطل حد السرقة لأن القرآن ثابت بالتواتر، بينما الحديث وجاء حديث أحد لم يثبت بالتواتر، وبالتالي هو لم يعطل يعني أصلا من أصول الدين. أنا هنا لا أريد أن أدخل في إشكالية المتواتر والأحاد لأنها تحتاج إلى حلقة كاملة، لكن بما أنك سألت هنا نقول إن المشكلة هنا في مبدأ الطرح. يعني هو حينما يقرر هذا المنهج أن الأساس الذي استند إليه أنه العصر واللغة العصر، سيفتح عليه بابا آخر. أما إذا جئنا إلى قضية المتواتر والآحاد، هنا علماؤنا السابقون حينما فصلوا وفرقوا بين الأحاديث منها ما هو المتواتر والآحاد، هو ليس تفريقا يراد منه أنه هذا صحيح وهذا ضعيف، وإنما هو تفريق علمي ينبني عليه ويترتب عليه العلوم الأخرى. المتواتر هو ثبت يقينا قطعا
أنه هذا قد قاله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما الآحاد فهنالك في علم المنطق أن هنالك احتمالية أنه أخطأ فيه الراوي أو أحد الرواة بخطأ جزئي، وليس معناها أنه يرد الحديث. لم يقل أحد من علمائنا السابقون لم يقل أحد من هؤلاء بأنه الآحاد لا يؤخذ به، وإنما الآحاد إذا تعارض مع ضوابط أخرى ذكرها أولئك العلماء حينئذ يذهبون إلى التأويل أو الاستنباط الآخر. على سبيل المثال قالوا منها مثلا خاصة عند الحنفية أن الحديث الآحاد في الأحكام إذا جاء في أحكام تخص جميع المسلمين، ما يتعلق أو ما يسمى عندهم بعموم البلوى، فقالوا حينئذ هنا نتوقف ولا يؤخذ به وجوبا. ليس معنى الحديث لم يثبت، وإنما إيجاب هذا الحكم الذي ورد في هذا الأحاديث لا يطبق هنا. لأن لماذا؟ لأن أخذوا بقواعد أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الشيء لهذا الصحابي فقط فمعناها أنها هو ليس للوجوب وإنما هو للندب أو للإرشاد. فإذا هم علماؤنا حينما ذكروا ذلك أيضا قالوه في إطار علوم أخرى وضوابط أخرى. هؤلاء الآن الذين تذكرهم ذكرتهم بسؤالك، هؤلاء يرفضون هذا جملة وتفصيلا، وهذا لم يأخذ أو يقل به أحد من العلماء، وهذا سيفتح كما قلت باب واسع من الإفساد وتضييع الإسلام. هنا السؤال دكتور عبد الحميد، يعني هل ثمة حاجة تفرضها الضرورة ومستجدات الحياة إلى تطوير وبلورة منهج علميا لفهم متون الأحاديث النبوية؟ طبعا ربما يستخدم البعض هذا العنوان مدخلا أيضا لتمييع الأحاديث وتضييع مقصودها وأيضا إلغاء هذه الأحاديث. أسأل سؤال هؤلاء الذين يرفعون مثل هذا الشعار، ألم يكن في بدايات القرن الأول والثاني مستجدات جديدة في بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل الصحابة رضي الله رضوان الله عليهم لينقلوا وينشروا الإسلام، فانتقلوا من المكة والمدينة إلى بلاد جديدة كالعراق والشام ومصر، ألم يواجهوا مستجدات لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تظهر مستجدات أيضا في القرن الثاني والثالث؟ كيف واجهها العلماء؟ المستجدات هنا التي تظهر في الحياة لا تتصادم أبدا مع ما ذكر من النصوص، وإنما هنالك دائما عندنا قواعد ووسائل نستطيع مواكبة هذه المستجدات. لذلك كان من أهم مميزات الإسلام أنه صلاحيته لكل زمان ولكل مكان. إذن ما المقصود بهذا؟ هل المقصود به أنه نترك هذه الأحاديث ونأتي بإسلام جديد؟ أم المقصود به أنه الأحاديث التي وردت فيها بعض الألفاظ الخاصة بزمان ومكان ممكن أن ننتقل إلى الفحوى منها أو المقصود؟ أضرب مثال هنا في هذا الإطار، وهي حديث أحاديث المشهورة عندنا في السواك. أحاديث السواك المقصود منها هي النظافة، فإذا جاء إنسان اليوم ويقول أنه نلغي السواك ونعتمد على الفرشاة والإسنان والفرشاة والمعجون، هذا تضيع للأحاديث. لكن من يقول أنه الفرشاة والمعجون هو تنظيف للأسنان وهو يعضد ويؤيد تلك الأحاديث فهذا لا مانع منه، فلا يمكن أن نقول أن الفرشاة والمعجون بدعة وحرام ويجب التمسك فقط بالسواك، ولا يمكن أيضا أن نقول أن السواك موضة قديمة يجب أن نتركها ونستبدلها، وإنما نأخذ بكلا الأمرين فنقول أن الغاية من السواك هو النظافة، فمن نظف أسنانه بأي شكل كان فهو قد حقق المقصود. لكن يبقى السواك له خصوصية لأنه نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني فهنا يكون التمازج. نعم بدقيقة دكتور، يعني أدركنا الوقت، شرفنا على نهاية الحلقة، لكن حتى لا يكون هناك تفريط، بمعنى أن يأتي من يقول بأنه الأصل العودة إلى الفرشاة الأسنان مثلا، أضرب مثلا، نعم، وليس إلى السواك، هل هذا يعتمد على تقوى مفسر النص أم أن ثمة قواعد علمية ملزمة تحول بين هذا المحدث وبين قوله
بنبذ الذهاب إلى السواك والذهاب إلى الفرشاة؟ كلا الأمرين، الأمر القواعد والضوابط موجودة والتي ذكرت جانب منها في مطلع هذه الحلقة، والجانب الآخر أيضا هو الوازع الديني والتقوى لدى هذا الإنسان، سواء كان عالما يفتي للناس بهذه الأمور أو كان فردا من أفراد المسلمين يقرأ هذه النصوص ويحاول أن يطبقها على نفسه في حياته اليومية. لذلك هنا يجب أنه لا يكون هنالك إهمال جملة وتفصيلا لهذه الأمور، ولا يكون هنالك وقوف وجمود على هذه النصوص بألفاظها وتهمل هذه المستجدات والفحوى والغايات من هذه الأحاديث وهذه النصوص النبوية. ونحن بدورنا لا يمكن إهمال نداءات الحاجة إلى بحث هذه المواضيع مستقبلا، مثل موضوع حديث الآحاد الذي ينبغي طرقه، ربما نخصص حديثا له في المستقبل الكريم. أشرفنا على نهاية الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد العاني. مشاهدينا الكرام، أشرفنا على نهاية الحلقة، أشكر في ختام هذه الحلقة الدكتور عبد الحميد العاني مدرس الحديث في جامعة إسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسة الله تعالى.